الداخل او داخل القضيه وقضيه الصراع العربي الصهيوني وما يحدث في الجوله منذ انطلاقها في يوم 7 اكتوبر 2023. تطور بيحصل في هذه الحرب، رشقات صاروخيه دفعه واحده على ناتيفوت وبلدات مجاوره باسرائيل. وعايز اقول لك ان انا النهارده قريت او شفت بالتحديد تقرير وقريت تفاصيله حول تقديرات، خد بالك بقى، من الجيش بتاع الاحتلال حول القوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية. وهذا التقرير، خد بالك ده تقرير عنهم مش عننا احنا، هم اللي بيقولوا يعني على عهدتهم، بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه حجم القوة الصاروخية للمقاومة تمكنها من المزيد من الرشقات لأشهر قادمة، بعد ما كانوا بيقولوا الأسبوع اللي فات انه خلاص يعني المقاومة قاب قوسين أو أدنى من أنها يعني مش هيبقى في عندها أي قدرات صاروخية وإحنا خلاص قربنا على إنهاء هذه الحرب وما إلى ذلك. هنا يجي السؤال اللي بنطرحه عبر زوم مع ضيفنا العزيز الدكتور علي الأعور الباحث في الشؤون الإسرائيلية محدثنا من القدس. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك، تحياتي لك وتحياتي إلى السادة المشاهدين، تحياتي إلى الشعب المصري من القدس المحتل. الله يخليك يا دكتور، وإن شاء الله تبقى القدس المستقلة عاصمة الدولة الفلسطينية عن قريب بجهدنا المشترك مصر وفلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله دكتور، يعني الرشقات الصاروخية على ناتيفوت وبعض البلدات المجاورة وأيضا بعض التقارير اللي صدرت في الصحافة الإسرائيلية اللي بتتكلم على أنه التقديرات الصاروخية للمقاومة من الواضح أنها أكبر أو أكثر كثافة مما كانوا يتوقعون، ده معناه إيه؟ نعم، بالتأكيد الإعلام الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية وحتى مسؤولين على مستوى وزير الدفاع يوآف جالانت قال بأن حماس ما زالت تمتلك 70% من قدراتها العسكرية. رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أيضا أكد بأن حماس قادرة على التحدي والتصدي للجيش الإسرائيلي. اليوم قناة كان العبرية وهي التلفزيون الرسمي الإسرائيلي كشفت بأن هناك تحليلات وهناك تقديرات لقوة حماس أن بإمكانها أن تقاوم الجيش الإسرائيلي لمدة عام كامل. إذا نحن الآن في معطيات جديدة على الأرض، نحن الآن حماس تعلن من جديد بأنها عادت بقوتها الكبيرة جدا، رشقة صاروخية وابل من الصواريخ اليوم في مستوطنات ناتيفوت. مستوطنة ناتيفوت ومحيطها في دفعة واحدة عشرات الصواريخ، وكان نتنياهو يجتمع مع رؤساء المجالس في غلاف غزة. إذا أنا بتقديري هذه رسالة قوية لنتنياهو أن المقاومة ما زالت بخير، أن المقاومة لديها قدرات صاروخية وقدرات تكفي لمدة عام في المواجهة. وأيضا الأسبوع الماضي وصلت الرشقات الصاروخية لأكثر من 20 صاروخ إلى تل أبيب، إلى غوش دان، إلى مركز تل أبيب، إلى هرتسيليا، إلى نتانيا، إلى رمات هاشارون، إلى جبعتايم. نتحدث عن مناطق وضواحي تل أبيب وصلتها الصواريخ. إذا هذه رسائل واضحة إلى الجمهور الإسرائيلي أولا وإلى نتنياهو. نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي هدف. ماذا قال نتنياهو؟ قال أن الحرب مستمرة حتى تحقيق النصر. يعني أنا لا أدري عن أي نصر يتحدث. المقاومة ما زالت في الميدان، أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم. لواء جولاني انسحب إلى خارج غزة، وأمس الفرقة 36 انسحبت من قطاع غزة. أنا بتقديري هناك معطيات جديدة على الأرض الآن، ربما بالإضافة إلى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل حكومة نتنياهو وداخل مجلس الحرب أيضا. أخي الكريم، الآن المقاومة تسجل انتصارات جديدة. هناك تتحدث الإعلام الإسرائيلي والصحافة عن أكثر من 18 ألف جريح من الجنود الإسرائيليين، حوالي 12 ألف منهم في حالة إعاقة. إذا نتحدث عن الأرقام، حتى دانيال هاجاري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي على الرغم من اعترافه بين الحين والآخر بمقتل أعداد من الضباط والجنود، إلا أن الصحافة الإسرائيلية صحيفة هارتس تشكك في الأرقام التي يقدمها. ولكن من أين جاء الجواب؟ أين العنوان؟ مستشفى سيروكا، مستشفى سيروكا قالت لم يعد لديها اتساع للجرحى الإسرائيليين من الجيش الإسرائيلي، مستشفى رمبم في حيفا، مستشفى يخلف في تل أبيب، مستشفى هدسة عن كارب. إذن فإنه الدفة تدور في صالح المقاومة الفلسطينية، يعني الدفة تدور في صالح المقاومة الفلسطينية من حيث القدرات التسليحية أو القدرات الصاروخية وإصرارهم على استمرار المقاومة في مواجهة جيش الاحتلال. أشكرك جدا دكتور علي الأعور الباحث في الشؤون الإسرائيلية محدثنا من القدس.
القدس العربية تحت الاحتلال الصهيوني للأسف الشديد، لكن